بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه من الله سبحانه وتعالى. وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص، فدليل حدوثها يرجع الكلام عليه على أي شيء؟ الضمير. ودليل حدوثها يعني أن الحوادث أو المحدثات، قبل بيقول: فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا عز وجل الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده. ودليل حدوثها يعني حدوث الحوادث لزومها لما يفتقر إلى المخصص. فهنا يتكلم عن دليل حدوث المخلوقات سوى الله سبحانه وتعالى. ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص، يعني أن الحوادث تنقسم إلى أجرام وأعراض. بدليل حدوث الحوادث أن الحوادث تفتقر في وجودها إلى إيه؟ إلى المخصص. فالحوادث إما أجرام وإما أعراض. وهي يعني ها؟ لا، وهي الأعراض، لا أجرام وأعراض، وهي يعني الأعراض، هذا تعريف للأعراض. وهي الصفات التي تتصف بها الأجرام. إذا الحوادث عبارة عن أجرام وإيه؟ وأعراض. ما هي الأعراض؟ هي الصفات التي تتصف بها الأجرام. يبقى وهي تعود على إيه؟ الأعراض. ولا شك أن الأعراض لا يفارقها التغير حصولا أو قبولا إن قدرنا بقاءها. أريد أن أقول لك: التغير ملازم للأعراض، الأعراض لا يفارقها التغير حصولا أو قبولا. يعني أريد أن أقول لك في حصولها فهي متغيرة، وإن لم تكن متغيرة بالفعل فهي قابلة للتغير. يعني إما أن يكون التغير حاصل فيها أو أن تكون قابلة له إن قدرنا بقاءها. هي معنى هذا الكلام، يعني هي الأعراض بمجرد حصولها أو حدوثها فهي متغيرة لأنها تفنى لا تبقى زمانين، فإن قدرنا بقاءها فتكون إيه؟ قابلة للتغير. يبقى الأعراض على قول من قال إنها لا تبقى زمانين، يبقى إذن فيه فقبول التغير فيها حاصل حصولي، وإن كانت تبقى زمانين يبقى إذن فأمر التغير فيها إيه؟ قبول، يعني هي قابلة إن كانت تبقى زمانين. أما إذا كانت لا تبقى فهي متغيرة فعلا، لأنها توجد فتفنى، تفنى توجد، وهكذا. واضح؟ يعني بمجرد وجودها تفنى. إذا
هذا معنى ايه؟ ها؟ ما معنى هذا؟ المجرد هذا ما ايه اللي فيه معنى؟ الشيخ ابو ربيع يقول يدرس ايه حديث والحوادث عند ودليل حدوثها تمام ودليل حدوثها قبولها ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر الى المخصص فقال يعني ان الحوادث دليل حدوثها يعني حدوث الحوادث لزومها يعني هي الافتقار الى المخصص امر ملازم او لازم لها ثم قال ان الحوادث تنقسم الى اجرام واعراض وهي يعني الاعراض وهي يعني ايه الاعراض الصفات التي تتصف بها الاجرام ولا شك ان الاعراض لا يفارقها التغير حصولا او قبولا ان قدرنا بقاءها يعني هذه العباره يقول لك ان الاعراض من شانها ان يكون التغير حاصلا فيها بمجرد وجودها هذا على القول بان العرض لا يبقى زمانا بمجرد وجودها تفنى بمجرد فنائها توجد التغير حاصل هذا ان كانت لا تبقى زمانا اما ان كانت فهي قابله للتغير وليس حاصلا فيها بالفعل واضح كده يقول لك او قبولا ان كلمه ان قدرنا بقاءها هذا راجع الى كلمه او قبولا يعني التغير يا اما حاصل فيها فهذا من شانها او هي قابله له ان بقيت زمني على القول بانها تبقى ايه زمني وتحت في الامر يقول لك ان الاعراض اما ان يقال ببقائها زمانين فاكثر او يقال باستحاله بقائها زمانين بل هي كل لحظه توجد وتنعدم بين ايه لا يفارقها التغير حصولا توجد وتعدم او توجد وتنعدم فعلى القول بالبقاء فطريق الاستدلال على التغير هو قبول الأعراض لذلك في بعض الأزمان وإن لم يكن الآن وهذا معنى قوله قبولا وعلى تقدير القول بانعدام الأعراض كل لحظة وعدم بقائها فتغيرها من وجودها إلى عدم حاصل بالفعل ولا يحتاج إلى تقدير عقلي لتجويزه واضح الكلام هنا؟ لا. والتغير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل وطالما وصلنا إلى هذه النتيجة إلى أن الأعراض متغيرة لهذا هو دليل حدوثها وأيضا إذا كانت حادثة فهي مفتقرة إلى المحدث اللي هو اللي هو الفاعل اللي هو المخصص والتغير يستلزم الحدوث والافتقار إلى المخصص يعني إلى الفاعل وينافي يعني إيه اللي ينافي التغير ينافي القدم إذ القديم لا يكون إلا واجبا فلا يقبل التغير أو لا يقبل التغيير بل الواجب ده إيه؟ لا يتصور في العقل عدم معنى التغير يعني وجود عدم وجود وهو القديم لا يتصور إلا وجوده فلا يقبل التغير يعني لا يقبل حالتين لا يقبل إلا حالة واحدة وأما الأجرام فلازمة للصفات المتغيرة
المفتقرة إلى الفاعل. قلنا الأول في إيه؟ الحوادث تنقسم إلى إيه؟ أجرام وأعراض. فالأجرام لازمة للصفات، يعني لا توجد بغير إيه؟ صفاتها. والصفات لا توجد بدون إيه؟ أجرامها. يبقى هنا في تلازم، ممكن نقوله في الاثنين، يعني دي لازم ودي ملزوم ودي ملزوم ودي لازم. وأما الأجرام فلازمة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل، وملازمة للمقادير. مين اللي ملازم للمقادير؟ الأجرام والأمكنة، يعني لا يخلو جرم أيا كان عن مقدار معين، ولا يخلو أن يوجد في مكان أو في زمان إلى آخر إيه؟ ما يلزم للإيه؟ للأجرام. وملازمة للمقادير والأمكنة المخصوصة المفتقرة إلى المخصص. فإذا جميع العوالم، لماذا قال جميع العوالم؟ لأن العوالم إما أجرام وإما أعراض، وقد ثبت حدوث الإيه؟ الأعراض، وثبت حدوث الإيه؟ الأجرام بالملازمة، أما الأعراض فبالمشاهدة. فإذا جميع العوالم لا تنفك عما يحوجها إلى الفاعل، فتكون كلها حادثة، يعني الأجرام والإيه؟ والأعراض، هذه هي النتيجة. يبقى فتكون كلها حادثة، هذه إيه؟ النتيجة. واضح؟ اقرأ كده اللي عدى دول عشان إيه؟ ينضبطوا كده انضباط. اقرأ بس الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ربنا بعلومه وعظمته كتابه امين. قوله: ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر الى المخصص، يعني ان الحوادث تنقسم الى اجرام واعراض، وهي الصفات التي تتصف بها الاجرام. اي بالاعراض صفات التي تصف بها الاعراض. الأعراض هي الصفات التي تتصف بها الأجرام، يعني متحرك ساكن موجود. ودنوي نقل مين؟ مش راحل كمان ايه ده؟ ايه في المكان اللي قلهم استنى ما اخلص مكراتي. فين كان مين؟ انا مبسوط كان جاب عند المكرات جوه. انا بجيبين مكرافونك عادي، ما ترفع المكرافون شوية. اللي روحوا لهم في المكنة دي ولا شيلها شوية ولا هم يمشوا هم خلص الدرس في المقرة بتاعها أثناء المقرة وقفتهم؟ لا، وطيت السماعات شوية، خفضت السماعات خالص، الله يفتح. وبعد كده عليتها بقى، جيت دكتور يسري والدكتور دكتور أسامة مش عارف والله أنا سبتهم. نحن ها هنا قاعدة الله، يعني أن الحوادث تنقسم إلى أجرام وأعراض، وهي الصفات التي تتصف بها الأجرام. ولا شك أن الأعراض لا يفارقها التغير أصولا أو قبولا إن قدرنا بقاءها، والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الزمان. يعني إن قدرنا بقاءها زمانين، يعني هي توجد في زمن واحد، نفس الزمن توجد فيه تنعدم، وهي لا تو يعني هي لا تبقى زمانين يعني بنفسها. لما لو قلنا تبقى بمبق جائز عقلا، وهي كلمة عرب يعني معناها يعني زائل، يعني لا يبقى، يعني أعراض يعني غير باقية. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، معناها إيه في قراءة؟ والله يريد الآخرة، يعني يريد عرض، مش ينفعش عرض الآخرة لا يكون عرضا باقيا، يعني يريد باقي الآخرة، يعني ما يبقى في الآخرة، مش كده؟ والآخرة خير إيه؟ وأبقى. إنما الدنيا عرض، عرض الدنيا. يعني حسب المضاف إليه وأكثر المضاف إليه على
على وفي بعض يقولوا حذف المضاف وانتصب المضاف اليه انتصابا. على قراءة الجمهور في الله يريد الآخرة يعني معناها الآخرة، بس لماذا انتصبت؟ لأنه حذف المضاف أقام المقام المضاف إليه مقام المضاف فانتصب انتصابا. على القراءة على قراءة الخفض يبقى معناها على تقديره، يعني محذوف لكنه مقدر. والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل وينافي القدم، إذ القديم لا يقوم إلا وجهه. كل ما جاز عليه العدم عليه طبعا يستحيل القدم. وينافي القدم، إذ القديم لا يقوم إلا واجبا فلا يقبل التغيير. وأما الأجرام فلازمة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل، وملازمة للمقادير والأمكنة المخصوصة المفتقرة إلى المخصص. فإذا جميع العوالم لا تنفك عما يخرجها إلى الفاعل، فتكون كلها حادثة. هذا النتيجة، فتكون كلها هي كلها من العوالم بأجرامها وأعراض كلها حادثة، يعني فيش حاجة فيها قديمة. قال المصنف رحمه الله: ويجب له تعالى القدم والبقاء، وإلا فكان محتاجا إلى الفاعل فيكون حادثا، ويجب له من العجز. فيجب له من العجز ما وجب لسائر الحوادث، بل يكون حينئذ وجوده مستحيلا لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور أو التسلسل المستحيلين. يعني هنا كلام المصنف هنا: ويجب له تعالى القدم والبقاء، إلا لكان محتاجا إلى الفاعل فيكون حادثا. يعني إذا لم يكن القدم والبقاء واجبين له تعالى لكان محتاجا إلى الفاعل. الشأن شأن مين؟ حوادث، فيكون حادثا. فيجب له من العجز ما وجب لسائر الحوادث، بل يكون حينئذ وجوده مستحيلا لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور أو التسلسل المستحيلين. يعني ليه؟ أنه لو كان حادثا يحتاج إلى محدث أمام الطريقين لا ثالث له، إما الدور أو يعني رجع إلى الأول من داره يسمى الدور، وإن تسلسل محدثه إلى محدث ومحدثه إلى محدث ومحدثه إلى محدث، السلسلة زي بتاعت الإسناد حيث بحاجة بس لا إلى نهاية، الإسناد بينتهي، إنما ده إسناد مش منتهي ولو إلى إبليس ما فيش انتهاء. يعني أنه يجب له تبارك وتعالى أن يكون غير قابل للعدم في الأزل، وهو معنى الكلام. ولا يعني يجب له تبارك وتعالى أن يكون غير قابل للعدم في الأزل. يعني قلنا يستحيل على العدم سواء بمعنى حصول العدم أو قبول العدم، وهو معنى الكلام. ولا فيما والحوادث عدم ملازم لها إما حصولا أو قبولا، يعني إن لم تكن معدوما بالفعل فأنت قابل. ولا فيما لا يزال هو معنى البقاء. يعني عدم قبوله سبحانه وتعالى للعدم في الأزل هذا هو المسمى بالقدم، وعدم قبوله العدم فيما لا يزال هذا هو المسمى بالبقاء. يبقى القدم والبقاء يعتبروا شيء واحد، لكن هذا باعتبار الأزل وهذا باعتبار ما لا يزال. أنه إذا ثبت أنه يستحيل عليه العدم مطلقا يبقى خلاص هي صفة واحدة، لكن باعتبار الأزل وباعتبار ما لا يزال. وذلك بيقولوا إيه تفسير القدم معناه إيه؟ معناه تفسير البقاء استمرار الوجود،
ونفس الوجود القديم. يعني لا يطرأ عليه العدم، لا يطرأ عليه العدم ورب إيه؟ العدم أو نفوق إيه؟ العدم. وكذلك يدخل فيها قبول العدم. أما القدم عدم سبق العدم. واضح؟ ولا فيما لا يزال وهو معنى البقاء، إن لو كان قابلا للعدم لما كان واجب الوجود. لا يكون جائز الوجود. لو كان قابلا للعدم لما كان واجب الوجود، يعني كان ايه؟ جائز الوجود. بل يكون جائز الوجود، وكل جائز فهو مفتقر الى الفاعل كسائر الجائزات، فيكون حادثا مثلها، وذلك مستحيل. مثلها يعني مثل سائر الجائزات، وذلك مستحيل. ايه هو المستحيل؟ ان يكون حادثا مثله لوجهين. احدهما انه يلزم ان يكون عاجزا. يعني ينفع تقول احدهما على الايه؟ على البدنيه كده. او تقول احدهما، يعني اما احدهما على التفسير او على الابتداء. هذا احدهما. انفع احدهما. إليك أحدهم أو ضد أحدهم زي ما أنت عارف. أنه يلزم أن يكون عاجزا كسائر الحوادث لمساواته لها في الحدود والجواز. هي معنى عاجزا يعني عن إيجاد الحادث، عاجز عن إيجاد نفسه، هو فاقد الشيء لا يطيق، كان هو لا يستطيع عاجز أن يوجد نفسه. أنه كان في دائرة العدم، فمن باب أولى لا يوجد غيره. عاجز يعني عن إيجاد الحوادث. وماذا تقول هنا لو أنت خدت بالك؟ مش بيقول فيجب له من العجز، ما يجب إيه؟ سائر الحوادث. يعني هو الحادث يعجز أن يوجد مثله. ليه؟ أنه عاجز عن أن يوجد نفسه. ده في الحادث. بل بالنسبة للقديم يكون حينئذ وجوده مستحيلا. وجود نفسه حكم إيه؟ مستحيل. يعني بتبقى كمان حاجة أشد من لو فرضنا أن القديم محتاج والحادث محتاج، حيبقى احتياج القديم أشد. ثم حيبقى وجود نفسه مستحيل. أما الحادث لو قدرنا وجوده موجود لكنه عاجز عن أن يوجد غيره. أنه يلزم أن يكون عاجزا كسائر الحوادث لمساواته لها في الحدوث والجواز، فلا يصح. في الحدوث يعني في أنها حادثة بالإيه؟ بالفعل. والجواز أنه يجوز عليها الحدوث وهي في حالة الإمكان. فلا يصح إسناد شيء من الحوادث إليه لعموم العجز يعني في إيجاده لكل حادث. يعني كيف نسند إيجاد الحوادث إليه مع أنه عاجز عن إيجاد أي حادث؟ يقول كلها إيه؟ لا يصح نسبتها إليه، لأنه لا يمكن أن نسند أو ننسب وجود حادث لحادث، لأن كل له حكم واحد وهو العجز والافتقار. فلماذا تسند وجودك الى وجودك اذا كنت انا اصلا مفتقر وانت مفتقر؟ فيجب ان تسند الحوادث كلها الى غير حادث. ان لو اسند الى حادث هو مساو لها في العجز والافتقار. وانما يلزم عجزه عن ايجاده من اجل التمام بينه وبين موجبه الذي افتقر اليه، وايضا اسناد الممكنات اليه بالخصوص دون موجبه تخصيص بلا مخصص. وايضا يلزم عجزه عن الايجاد من اجل التمانع بينه وبين موجبه الذي افتقر اليه. يعني هو اصلا في تمانع، لا هو يوجد هذا ولا هذا يوجده، في تمانع بينهما.
وأيضا إسناد الممكنات إليه بالخصوص دون موجده تخصيص. يعني مش قلنا الموجد بتاعه حادث مش كده؟ لماذا نخصه هو فقط بإسناد الممكنات إليه دون موجده؟ لماذا؟ لماذا لم نسندها إلى موجده وهو له موجد؟ يعني إذا كان مثلا أنا أوجدت الحوادث وأنا نفسي لي موجد، فالمفروض تسند الحوادث إلى موجدي وليس إلي أنا، إن أنا حادث مثل ليه الحوادث. وأيضا فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص بأولى من العكس. يعني لو عكستها الاثنين إيه؟ لا هذا أولى ولا هذا أولى. مفهومة؟ الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده الثاني يعني الإيه؟ الوجه الثاني مش كده؟ من وجهين. أنه يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا لا يتصور في العقل ثبوته، لأنه إذا قدر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى الفاعل، ويلزم أن يكون فاعله جائزا مفتقرا إلى الفاعل، وهكذا وفاعل فاعله، لأنه مثله في الألوهية. ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعل، ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعل، ثم كذلك فاعل 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 إلى ما لم سلام فإن انحصر انتهى العدد انتهى ورجع للأول ولازم ليه وقال سيدي أي خدمة تانية خلصوا النص خلصوا بقى لما يجي يذكروا يعملوا الاحتفال هنا يجي يكملوا هنا مفهوم ده؟ نعم حيلزم ليه؟ ان انتهى العدد شكل انتهى حتى ولو عند مليار وانحصر لزم الدور وان لم ينتهي لزم التسلسل فهي معنى الدور انه حينتهي يعني شكل يلف ويرجع كيف؟ انما اذا مشى على طول من الجلاس التسلسل اشوف ده 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 حتى مهما زاد العدد بس ان البلاك تاني بدا ايه؟ دور دور لا الجدايه تسلس يبقى تتبطى كده ان انتهى العدد فهو دور حتى ولو كان اثنين ثلاثه اربعه المهم طالما فيه ايه انتهاء يبقى دور اذا لم ينتهي يبقى تسلس فيلزم ان يكون ولذلك كل ايه دور هو ايه تسلسل في المعنى ولا عكس طالما هو دور جوه تسلسل بس ايه في المعنى انه ايه بيجي نعم فان انتهى العدد وانحصر لزم الدور فيلزم ان يكون الاول الذي انتهى اليه العدد انما اوجده بعض من بعده ممن تاخر وجوده عنه اما هو ايه دليل استحاله الدور ان تكون سابقا على نفسك ومسبوقا متاخر ومتقدم وموجد لها وموجد لك وده مستحيل عقلا ان تكون ايه متقدما متاخرا موجدا يعني موجد وموجد من جهتين وانت من اللي هياثر فيه من تاخر عنه ده مستحيل فيكون سابقا عليه بالوجود متاخرا عنه وذلك لا يعقل هذا مش معقول يعني استحالة الدور دي بدهية أو يعني واضحة أو جلية وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير أول لزم وجود ما لا نهاية له عددا والفراغ من ذلك فيما مضى وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير أول لزم إيه؟ وجود ما لا نهاية له عددا والفراغ من ذلك فيما مضى وذلك لا يعقل ده اسمه ده دليل ايه ده؟ ها؟ دليل استحالة ايه ده؟ ها؟ استحالة التسلسل لأنه حيفرض ما
ما لا نهاية له. يعني مثلا ما لا نهاية ما لا يتناهى حياتنا. إذا يوم يعني بالنظر إذا كان لا يتناهى فكيف دخل في الوجود وتناهى؟ وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير أول لزم وجود ما لا نهاية له عددا والفراغ من ذلك فيما مضى وذلك لا يحصل إذ ما لا نهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمنتهم ونعيمهم مثلا لا يسعه إلا المستقبل لأن يوجد فيه شيئا فشيئا أبدا 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 أبدا. يعني معناها إيه؟ استحالة التسلسل في الماضي بدهية وواضحة، أما في المستقبل فجائزة عقلا لأنه يوجد شيئا فشيئا، مش هيوجد مرة واحدة، شيئا فشيئا. المستقبل ممكن عقلك يقبل، إنما في الماضي لا يقبل. فاكرين لما مثلنا بمثالين على استحالة التسلسل قلت لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله، فهذا إيه معناه؟ معناه مستحيل لأنه هيتوقف إعطاء الدرهم الأول على درهم قبله، مش هعطيك درهم إلا إذا كنت أعطيتك قبله درهم، هذا مستحيل. أما إذا قلت لك لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك بعده هذا الجد يقبل في العقل. في لله نعيم الجنة إيه؟ أنا ربنا. وأما أن يوجد كله في الحال والماضي فلا يعقل. كله ما ينفعش. فقولنا بل يكون وجوده حينئذ مستحيلا إضراب انتقال من لازم لحال إلى لازم أشد إلى لازم أشد منه الاستحالة لا إضراب إبطال. يعني عاوز نوع من الإضراب، يعني من لازم محال إلى أشد منه في الاستحالة، وليس إضراب إبطال. في إضراب اسمه انتقال، في إضراب اسمه إبطال. هذا من أي نوع؟ الإبطال. من الانتقال. قال المصنف رحمه الله ويجب له تعالى أن يكون مفهوم ويجب له تعالى في المتن اللي قرأناه القدم والبقاء. القدم يعني أنه تعالى غير مسبوق في وجوده بعدم، يعني قديم لا أول له. بمعنى القديم يعني الموجود الذي لا أول له، لأنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن قديما لكان إيه؟ حادثا. ومعنى حادث يعني مسبوق بعدم، فيكون محتاجا إلى الفاعل، لأنه طالما هو غير موجود ثم وجد يبقى معناها هناك من أوجده. لكن إذا كان الوجود له دائما وثابت ولم يسبق وليس له أول فلا يحتاج إلى الفاعل. الذي يحتاج إلى الفاعل ما له بداية أو ما سبق وجوده بعدم وهكذا. فيجب له من العجز ما وجب لسائر الحوادث. بل هنا بل هي للإضراب الانتقال. بل حينئذ يكون يعني لك من إضراب من المحال إلى ما هو أشد منه في الاستحالة. لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور أو التسلسل المستحيلين. يعني هذا مستحيل وهذا إيه؟ مستحيل. ثم قال في الشرح برضو لا مانع من القراءة مرة أخرى يجب له تبارك وتعالى أن يكون غير قابل للعدم. كيف غير قابل للعدم؟ يعني قلنا أول حال يجب له أن يكون قديما يعني غير مسبوق بعدم، وأيضا العدم غير لاحق له، وأيضا
العدم لا يقبله، يعني لا عدم سابق ولا لاحق ولا قادم، هو معناها غير قادم، وهو معنى القدم، وهو معنى القدم كده. ولذلك قالوا ان البقاء هو عباره عن ايه؟ الاستمرار الوجود فيما لا يزال، هو الوجود القديم. اما الوجود الازلي فهو القدم، وهو معنى البقاء. اذ لو كان قابلا للعدم لما كان واجب الوجود، لان القابل للعدم معروف انه هو ايه؟ جائز الوجود وليس ايه؟ واجب الوجود، بل يكون جائز الوجود. اهو ده هنا ايه؟ اضراب ايه ده؟ ها؟ ابطال. لما كان واجب الوجود بل يكون جائز، ابطل ده وجب التالي. وكل جائز فهو مفتقر الى الفاعل. قال وهو جائز الوجود فلا بد ان يكون مفتقرا الى الفاعل كسائر الجائزات، فيكون حادثا مثلها. وذلك، ذلك يعني ها؟ ذلك يرجع اسم الاشاره للحدوث، يعني كونه تعالى او ان يكون حادثا ده مستحيل لوجهين. طبعا استحاله الوجود بس هنا لما يناسب هذه المقدمات هنا في وجهين. الاول انه يلزم ان يكون عاجزا لما قال في النفس بالضبط. لماذا قال كسائر الحوادث؟ لمساواته لها في الحدوث والجوارح، للمطالعه المساوي لها جميع المتماثلات لها حكم واحد، فلا يصح اسناد شيء من الحوادث اليه، لانه لا يسند حادث الى حادث، لانه مساو له في الحدوث ومساو له في الجوارح، فلا بد ان تسند الحوادث كلها الى ايه؟ الى غير حادث، يعني الى قديم. فلا يصح اسناد شيء من الحوادث اليه لعموم العجز عن الايجاد لكل حادث، مفهوم كده؟ وانما يلزم عجزه عن الايجاد من اجل التمانع بينه وبين موجده. كيف تفهم هذا؟ معنى قلنا لو موجد حادث وهو حادث، يعني افترضنا الى هينئة حادث ده عاوز يوجد، انت اله وانت اله، وانت تريد ان تخلق اسمك انت نور الدين، وهذا يريد ان لا يخلقه، يحدث تماما كده، اللي هو اشارة اليه الآية ولو كان فيهما آلهة الا الله. فأبرد انت تريد، بلاش نور الدين، تريد ايجاد زيد، او زيد ده مبطش للجميع والآخر يريد ايه؟ اعدامه. فايه الاحتمالات العقلية؟ اما ان ينفذ مراد واحد ويعدد الآخر، واما ان ينفذ الايه؟ المرادان، ده مستحيل، يعني الجزائري موجود وغير موجود خلاص كده، واما ان لا ينفذ مراد اي واحد منهم. الاحتمالات كلها ايه؟ تثبت ايه؟ عجز ايه؟ المتمانعين، هذا يمنعه وهذا ايه؟ يمنعه. يبقى يلزم عجزه عن الإيجاد، يعني عن إيجاد شيء من الحوادث من أجل التمانع الذي بينه وبين موجده الذي افتقر إليه. واضح؟ هنا اسمه ده إيه؟ برهان التمانع، وهو المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويا معنى فسدتها، لها تفسيرات، اما فسدتها يعني اختلال النظام اذا كانت الحجه ايه؟ اقناعيه مثلا او خطابيه، واذا كانت الحجه برهانيه يعني قطعيه تبقى ايه؟ لفسدتها، يعني فساد مراد به العدم، عدم الوجود، يعني لم توجد. يلا. وايضا اسناد الممكنات للخصوص دون موجده تخصيص بلا مخصص. يعني لماذا اسندت الممكنات اليه؟ يعني لماذا خصصنا ده حادث وموجده حادث؟
ولماذا يعني أسندنا إليه الممكنات بالخصوص دون موجده؟ ده اسمه ده تخصيص بلا إيه؟ زي الترجيح بلا إيه؟ مفهوم؟ ها؟ وأيضا فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص لأولى من العكس. كنت تريد شيئا كنت الجامع تعالى شكرا درس ما في جماعة من بعد المغرب أو بعد العشاء مفهوم كده العبارة الثانية. وأيضا إسناد الممكنات إليه بالخصوص دون موجد يعني موجد حادث هو حادث أفرض موجد وهذا نفس الكلام. وأيضا فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص بأولى من العكس يعني عكسها إلى موجده أو إليه لأنهم سواء هذا حادث وهذا حادث هذا جائز وهذا جائز خلاص. الثاني خلاص فهمنا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا لا يتصور في العقل ثبوته أنه إذا قدر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى الفاعل. ويلزم أن يكون فاعله جائزا مفتقرا إلى الفاعل لأنه مثله في الألوهية. ده أصعب شوية من الأولان بس إيه الفرق بين ده والأولان إيه؟ ما الفرق بين هذا وبين الأول؟ احنا هنا قدرنا هنا قبول ذاته العدم ذاته حتقبل العدم انه حيصير جائز مفتقر الى الفاعل تمام. وفاعله برضو ليه؟ لانه مثله في الالوهيه لانه ده اله وده ايه ده اله. وبعدين حننقل الكلام الى فاعل الفاعل وفاعل فاعل الفاعل وهكذا الى ما لا نهايه. فأمامك أحد أمرين إما أن ينتهي العدد وهذا إيه يسمى الدور إذا انتهى يعني رجع إلى الأول وإما أن لا يتناهى فهذا هو إيه التزلزل فترجع للإيه لدليل أو لأدلة بطلان الدور والتسلسل. ذكر الشيخ الأمير في الحاشية على الجوهرة في بطلان التسلسل والدور 11 دليلا أشهرها دليل إيه بسموه برهان إيه التطبيق. يعني نجيب سلسلتين مش كده كل واحدة منهم إيه لا نهاية لها في جانب إيه الماضي سلسلتين كل واحدة كل سلسلة فيها علاقات غير متناهية في جانب إيه الماضي لكن واحدة منهم تبدأ في موقعية يعني في طرف للسلسلة في الماضي وفي طرف الآن الحاضر واحدة منهم تبدأ من الآن. طيب فين نهايتها؟ في ما فيش نهاية في الماضي إنما في الحاضر نهايتها للآن. واحدة فيهم من زمن الطوفان والاثنين إيه لا نهاية لهما في الماضي. ونطبق حلقة على حلقة حلقة على حلقة إيه الاحتمالات العقلية ثلاثة. ها أول احتمال إيه؟ ها أن يتساوي حيلزم عليه إيه مساواة الزائد بالإيه وفي واحدة زائدة وفي واحدة نقص يعني يكون عددان واحد زيادة واحد نقص ومع ذلك متساويان. وهذا لا يقول به إلا المجانين عددين مختلفين يكونوا متساويين كيف فيش عدد مختلف عن عدد ويكون مساوي له أي عدد يعني إما زائد إما ناقص ستة وخمسة ها لأن فيهم عدد زائد وفيهم عدد ناقص
لكن ستة وستة ده عدد واحد ده مش عددين دول. أقول احتمال الثاني قال لك يعني ايه تفرغ واحدة والثاني ايه لا تفرغ. طب ما هي زائدة عليها بقدر متناهي وما زاد على المتناهي بقدر متناهي فهو متناهي خلاص كده. وإما أن يفرغ معا الاحتمال الأول أن السلسلتين لا تفرغ مش دائما طبعا ايه هيلزم عليه البطلان. والاحتمال الثاني واحدة والثاني لا. والاحتمال الثالث ألا يفرغ معا أو أن الأول أن يفرغ الثاني واحدة والثاني الثالث ألا يفرغ. وهذا خلاف الايه الفرض لأن احنا قلنا عليهم ايه متناهيتان في جانب الايه الحاضر. الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا لا يتصور في العقل ثبوته لأنه إذا قدر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى الفاعل. ويلزم أن يكون فاعله جائزا مفتقرا إلى الفاعل لأنه مثله بالألوهية. ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعل ثم كذلك أبدا فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور. يعني إن انتهى لزم الدور وإن لم ينتهي لزم التسلسل. فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور فيلزم أن يكون الأول الذي انتهى إليه العدد إنما أوجده بعض من بعده ممن تأخر وجوده عنه فيكون سابقا عليه في الوجود متأخرا عنه. يعني مثلا تعالى نلف وندور كده مع بعض مثلا مين أوجدني أنا؟ أروح أبص أنت مين أوجدك؟ مين أوجدك؟ ده لما نوصل لآخر واحد مين اللي أوجده؟ هقول أنا. قال لي هيحصل في الحالة دي يبقى أنا أصبحت متقدم ومتأخر موجد لغيري وغيري موجد لي إنه دار الأمر على الإيه الأول. لما نقول مثلا ألف أوجد باء وباء أوجد إيه ألف هيلزم على كده إيه أن تكون ألف دي نفسها موجودة وغير موجودة متقدمة ومتأخرة سابقة ولاحقة بس ده من جهة وده إيه من جهة إيه أخرى ده بطلان إيه الدور. أما بطلان التسلسل ده إيه معروف ما من موجود إلا وقبله إلى ما لا إيه النهاية هذا غير مقبول في العالم. خلاص ده هات اللي بعده ويجب له خلاص كده فهمنا الوجهين لا. ويجب له تعالى أن يكون مخالفا. قال المصنف رحمه الله ويجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لكل ما سواه من الحوادث وإلا كان حادثا مثلها. يعني أنه لما تقرر بالبرهان القطعي فيما سبق وجوب الكذب والبقاء له تعالى لزم أن تكون ذاته العلية وصفاته المرتفعة ليستا من جنس الحوادث. ويجب له تعالى أن يكون مخالفا لما يكون الأمر مسندا إليه تعالى نعبر عنه بالمخالفة. أما إذا كان مسندا إلى مخالفة الشيء له وهو سبحانه وتعالى مخالف للأشياء والأشياء أيضا مخالفة له يعني نفي المثلية بينه وبين الأشياء وبين الأشياء وبينه. طب لماذا عبر في جانبه بالمخالفة؟ بالمخالفة يعبر بها في الجانب الأقوى. أما إذا أسندت للأضعف فتأتي كلمة المماثلة. لذلك جاءت في الآية الكريمة ليس كمثله شيء يعني هنا نفى مثلية الشيء له ولم ينفي مثليته للشيء. إذا جاءت مثليته يعبر عنها بالمخالفة فالمخالفة تكون فيما هو أقوى والمماثلة تكون فيما هو أضعف. يعني أنه لما تقرر بالبرهان القطعي فيما سبق وجوب القدم والبقاء له تعالى
لزم أن تكون ذاته العلية وصفاته المرتفعة ليست من جنس الحوادث. ليه؟ لأن الحوادث ليس شيء منها قديم ولا باقي، وطالما ثبتت مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث يبقى لزم أن تكون ذاته وصفاته ليست من جنس الحوادث، لأنها لو كانت من جنس الحوادث لما كانت قديمة ولا باقية، لأنه ما فيش حادث قديم ولا فيش حادث باقي. فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية. يعني افهمها كده، ايه معنى مخالفته تعالى للحوادث؟ معناها ايه؟ ها؟ في كلمتين فقط يعني، ولذلك ايه تستطيع ان تضحد وتبطل وترد على اي شبهة سواء عقلية او نقلية، وهو انه تعالى مخالف للحوادث. ما هي الحوادث؟ هي الاجرام كما تقرر والاعراض، فيجب ان ننفي عن ذاته تعالى الجرمية والعرضية ولوازم الجرمية ولوازم العرضية. يعني نفي كده ايه؟ نفي الجرمية والعرضية وخواصهما او ولوازمهما، يعني كل ما كان جرم فهو اما ان يتحرك او ايه من لوازمه الحركة او السكون، فيجب ان تنفى عن الله تعالى الجرمية، ويجب ان تنفى اللوازم للحركة. الجرم له حيز فيجب ان ينفى عنه الحيز، الأجرام لها أمكنة لها جهات لا فيجب أن ينفى عنه المكان والزمان، بالجرمية والعرضية ولوازمهما سهل جدا ومحفوظ. فالذي ينازع في ذلك كأنه يريد أن يجعله تعالى من جنس الحوادث وهو لا يعقل أو هو لا يدري، لأنه في حاجة كده منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة أو الماتريديه منهج عمل إيه؟ عنده مقدرة كامنة أو تكمن في الموازنة بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول. يعني الشرع يقتضي إثبات شيء معين زي مثلا الجهة أو حاجة فيها تشبيه أو فيها نزول زي الأحاديث النزول مثلا والاستواء وما يسمونه بأخبار الصفات، ده اسمه مقتضيات الشرع والنقل، ولكن ما يوجبه العقل هو إيه؟ نفي كل ذلك عن الله. فالمنهج الأمثل هو الذي يكمن في الموازنة بين مقتضيات الشرع وموجبات العقل. يبقى نعمل إيه في الحالة دي؟ إحنا في هذه الأمور نجيب ما الذي يوجبه الإيه؟ الشرع ويقتضيه العقل، هو إيه؟ نفي الجرمية والعرضية ولوازمهما، هذا هو إيه؟ مقتضيات العقول وموجبات الشرع. ففي الحالة دي إحنا لغينا العقل ولا جمدنا على الإيه؟ على النص ولا شيء، كل ما في الأمر أردنا أن نجعل هناك موازنة بين ما صرح به العقل من نفي المثلية نفيا قاطعا وبين ما أوجبه الشرع كذلك في قوله تعالى ليس كمثل شيء. يجب أن ننفي عن الله تعالى الأمور الذاتية في الأجرام والأعراض والأمور اللازمة عن ذلك، وهذا شيء يعني من يعني زي ما بيقولوا في المنطق رفع النقيضين او الضدين عما من شأنه. اما اذا كان ليس من شأنه الاتصاف باحدهما فهذا لا يكون من باب رفع النقيضين. اذا قلت مثلا هذا العمود مثلا الحجر لا ذكر ولا انثى، هل انا اقول نفيت وجوده؟ اصل هم يقول لك إيه؟ لما تقول ليس له جهة ولا مكان ولا زمان الجماعة كده بتحكم عليه تعالى بأنه غير موجود، لأنهم لا يتصورون موجودا إلا إذا كان في جهة ويتحرك ويأكل ويشرب ويغضب، هو ده الموجود المحسوس في نظرهم.
فإذا قلت مثلا هذا الحق لا عالم ولا جاهل، هل يلزم من هذا نفي وجود الحق؟ ليه؟ لأنه ليس من شأنه. فالله تعالى ليس من شأنه أن يتصف بصفات الأجرام، ولا من شأنه أن يكون جرما حتى يتصف بصفات الأجرام، أو جسما حتى يتصف بصفات الإيه؟ يعني مسألة بدهية، عقلية، نقلية، شرعية، إيمانية، قدسية، علوية، كيف يعني اختلف الناس فيها وضلت فيها عقولهم؟ يعني فقط لو فقط فيه من آية ليس كمثلي شيء، مش حينفي وجود الله. ما هو العدم ليس كمثلي، هيقول كده، يبقى معناه ليس كمثلي شيء، يبقى معناه هو مش شيء أصلا. عدم ليس كمثلي شيء، هيقول كده. يبقى ذلك حتى كلمة شيء لها إيه؟ لها معنى يوهم، ولها معنى إيه؟ لا يوهم. يعني هو تعالى إيه؟ شيء ولا ليس بشيء؟ ها؟ لو قلنا ليس بشيء يعني ليس بموجود، لا مش معناها كده. إنما ليس بشيء يعني وقع عليه ليه يعني شاءه غيره أو من الشيئية، إنما شيء بمعنى موجود ماشي. ولذلك نقف هنا مع الشرع ومع الدلالات العقلية القطعية، لأن الدلالة العقلية واحد زائد واحد يسمى فهاش، يعني ما فيش مجاملة. يعني أنا صديقك وبيني وبينك معاملة حسنة وعودة جاملة، ينفع أخلي واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ يعني كده بحبة كده بيني وبينك تيجي؟ هترفضها أنت بعقلك، مش هتقبلها. فلا مجاملة في القواطع العقلية. يعني أنا عشان أرضيك أو أخذ عقد أو أتوظف في بلادكم أقول لك ينفع، لو قبلت هذا تكون مجنونا. ما فيهاش مجاملات، ده قواطع عقلية. فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية، وكل لازم من لوازمها المقتضيات للحدود كالمقادير والجهات والأزمنة والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة. أشوف كده أقول لك إيه؟ فيستحيل على ذاته، يستحيل يعني كلمة يستحيل، والله ما عاوزة مجاملة ولا عاوزة يعني لك ولا عاوزة نزاع، يعني كلمة يستحيل خلاص مش فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية. وطالما استحالت الجرمية انتفى الملزومة، انتفى إيه؟ اللازم. يعني إذا استحال أن يكون جرما فكيف تعطيه أو تصفه بلوازم الأجرام؟ وإذا استحال أن لو قرأت أنت كتاب الاقتصاد أو كتاب قواعد العقائد للإمام الغزالي لما جاب في القطب الأول 10 دعاوى، وبعدين جاب كده نفي الجرمية والعرضية ونفي الجسم ونفي الجهة والاستقرار على العرش، كل هذا موجود في. فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدود كالمقادير والجهات والأزمنة والأمكنة. لأنه المقادير دي من لوازم إيه؟ لازم إيه؟ المقادير لازمة للأجرام. طب والجهات دي لازمة للإنسان أو للحادث. والأزمنة أيضا لا زمان إلا بالحوادث، يعني لو ما فيش حوادث يبقى ما فيش زمن. لأنه يا معنى الزمن اقتران حادث بحادث، ما فيش حدوث يبقى لا إيه؟ لا زمن. والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة، يعني ممكن لماذا قال والقرب والبعد بالمسافة؟ لانه القرب والبعد ده معناها من غير المسافه، يعني بالمنزله، يعني هو بعيدنا بعيد في قربه وقريب في بعده، ده مكانه معاني وليست ايه مسافات. هو تعالى عال في نزوله ونازل في علوه، يعني هنا ايه معاني وليست ايه مسافات. يعني مثلا وإذا سألك عبادي عنه فإني قريب، القرب ليس قرب مسافة،
وبعض الناس يجعلوه كده يقول لك من تقرب حديث من تقرب إلي شبرا، ما فيش مسافة هنا، معناها إيه؟ قرب بمعنى يعني شدة القرب، أن من تقرب إلي قربا يعني شديدا. أمثل مجازاته، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه، فلا توجد مسافة بينه تعالى وبين إيه؟ مخلوقاته. كالمقادير والجهات والأزمنة والأزمنة والقرب والبعد بالمسافة والصغر والكبر والمماسة والحركة والسكون، يعني لا يماس شيء ولا يماس شيء، ولا يوصف بأنه متحرك ولا يوصف بأنه ساكن. ليه؟ لأن الساكن والمتحرك هو الإيه؟ هو الجرم من خواص الأجرام. وله ما سكن، وله ما سكن، يعني لازم تقدر معها كده إيه؟ وما تحرك. يبقى معناها لو كان هو تعالى دخل في الحركة والسكون لدخل في إيه؟ في الحوادث، فهي التي تكون إما ساكنة وإما متحركة. هو تعالى لا ساكن ولا متحرك، لأنه هو الذي خلق الحركة وخلق السكون. إذ لو اتصفت ذاته العلية أو صفاته المرتفعة بمماثلة الحوادث لزم أن يكون حادثا. أما لزوم حدوثه بمماثلة ذاته للحوادث فظاهر، وأما لزوم حدوثه بمماثلة صفاته للحوادث فإنه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات يستحيل عروها عن الصفات، لزم أن تكون الذات حادثة مثل صفاتها. مفهوم الثاني عما لزوم حدوثه بمماثلة ذات الحوادث فظاهر، واضح؟ أما لزوم حدوثه في مماثلة صفاته فإنه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات يستحيل عروها، يعني الذات لا توجد من غير صفاته، والصفات لا توجد إلا مع إلا بذاته. لزم أن تكون الذات، لأنه في قاعدة الكلامية لكل ما لازم الحادث فهو حادث، يعني ما هو دليل حدوث الأعراض؟ المشاهدة، التغير. طب ما هو دليل حدوث الأجرام؟ ملازمة الحادث والأعراض لها. وكل ما لازم الحادث فهو حادث، أو ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، واضح؟ وأما لزوم حدوثه في مماثلة صفاته للحوادث فإنه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات يستحيل عروها عن الصفات، لزم أن تكون الذات حادثة مثل صفاتها، لأن ملازم الحادث حادث ضرورة. هذه القاعدة، ملازم كل ما لازم الحادث فهو حادث ضرورة. وهذا معنى قولنا وإلا كان حادثا مثلها، أي وإن لم يكن مخالفا في ذاته وفي صفاته للحوادث، بل كان مماثلا للحوادث فيهما أو في أحدهما. فيهما يعني ايه؟ فيهما ذاته ايه؟ او احدهما عن الذات او الصفات، فيهما عن الذات والصفات معه، او في احدهما، لو كان في احدهما لكان فيهما. ليه؟ لانه ده ملازم لهذا، لانه ما فيش يعني مش معقول يكون حادث في الصفات وغير حادث في الذات، انه هذا ملازم لهذا. وهذا معنى قولنا وإلا كان حادثا مثلها، أي وإن لم يكن مخالفا في ذاته وفي صفاته للحوادث، بل كان مماثلا للحوادث فيهما أو في أحدهما، لزم حدوث ذاته على كل تقدير من ذلك. وبالله تعالى التوفيق. بس كده حنقف عندي. واجب له تعالى أن يكون عن صفة القيام من نفسه. واضح الكلام اللي قلناه؟ إذا كان في شيء محتاج فرصة باقي كم؟ سبع دقائق. الفرق بين الوجه الثاني الأول والثاني فين اللي احنا قلناهم؟ المستحيل الوجه الأول أحدهما أنه يلزم أن يكون عاجزا، يعني هذا حيكون مساوي للحوادث في الحدوث والجواب.
فلا صح إسناد شيء من الحوادث إليه لعموم العجز، مفهوم كده؟ عن الإيجاد لكل حادث، وإنما يلزم عجزه عن الإيجاد من أجل التمانع بينه وبين موجده، يعني موجده إيه؟ حادث، وهو إيه؟ حادث، فهيحدث تمانع بينه، زي ما مثلنا بأن أحدهما يعني هو وإيه ومن أوجده يريد إيجاد شيء والآخر يريد عدم إيجاده، ده الوجه ليه؟ الأول. وأيضا لسه في الوجه الأول، كيف نسند الممكنات إليه بالخصوص دون موجده؟ يعني هو الموجد حادث، فإذا أسندنا الموجودات أو الكائنات إليه فليس هذا بأولى من إسنادها إلى موجده، أو العكس، لأنهما سواء في الحدوث والإيه والجوار. هذا الوجه إيه الأول. أما الوجه الثاني، يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا. ليه؟ لأنه لو كان يعني وجوده حينئذ، إيه معنى حينئذ هنا؟ التنوين عوض عن إيه؟ عن جملة. ما هي الجملة؟ يلزم حينئذ، يلزم أن يكون حينئذ، يعني حينئذ، يعني حينئذ يكون الإله حادثا. عارف لو كان الإله حادثا مش يلزم العجز زي ما قلنا، ده يلزم عدم وجوده أصلا. يعني في الأول افترضنا انه موجود، هذا الفرق بين الوجه الاول والوجه الثاني، هنفترض وجوده بس ايه مع افتراض عجزه وعدم اسناد شيء من الكائنات اليه، لانه كيف نسندها اليه دون موجده باي وجه خصصنا؟ لماذا لم نعكس نسندها الى موجده ولا نسندها اليه، او نسندها اليه دون موجده؟ هذا ايه؟ تحكم من غير ايه وجه، او تخصيص من غير ايه مخصص. ده الوجه الاول، ده هو موجود بالفعل بس ايه موجود وعاجز ولا يوجد شيء من الكائنات، وحيدخل ايه وجوده في وجودها. انما الوجه الثاني حيلزم عليه عدم وجوده اصلا. ما الفرق بين الوجه الاول والثاني؟ أنه في الأول افترضنا وجوده مع عجزه وافتقاره إلى المخصص، أما في الوجه الثاني يلزم أن لا يوجد. ليه؟ لماذا؟ لأنه لو فرض أنه موجود إله والإله حادث، يعني له محدث، يعني له فاعل، حننقل الكلام إلى الفاعل، فالفاعل له فاعل، وحيترتب على هذا أحد إيه؟ أمرين، إما أن ينتهي العدد فيكون الدور، وإما أن لا ينتهي فيكون التسلسل، والتسلسل والدور محالان، فما أدى إليهما فهو محال، فثبت، طالما هو محال يوجد بمعنى ثبت عدم وجوده، لأن وجوده حيترتب عليه المحال، بخلاف الوجه الأول ثبت وجوده مع عجزه وافتقاره إلى الإيه؟ الوجوه. فهمت الفرق بين الوجهين؟ من تاني؟ من فرق بين الأرض ولوازمه؟ ها؟ الأرض ولوازمه؟ لوازم الأعراض لا يبقى إلا معنين، لا ينتقل، لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره، لا ينتقل، لا ينفك، لا يكمن، لا يكون قديما، ليزيد مقاما، انتقل، منفك، ما كمنا لا عدم، قديم لا لاحنا، يعني ينتفي العرض وتنتفي لوازم العرضية. يعني إذا كان عرضا يبقى معناه يوجد الإله كذا وينعدم في الحال، لأن العرض لا يبقى زماني، فكيف إذا وجد وانعدم؟ إذا كان يحتاج إلى إيه؟ إلى من يبقيه، فكيف يوجد غيره؟ فهم قود العرضية. بمعنى معنى احفظها في كلمة واحدة، معنى مخالفته تعالى للحوادث كلمة واحدة، نفي إيه
الجرمية والعرضية ولوازمهما، يعني ننفي عنه أن يكون جرما وما يلزم من الجرم من أن يكون له مقدار، له جهة، له زمان، له مكان، له حد، له طول، له ارتفاع، له عمق، ده كله منفي لأنه ده إيه؟ لوازم الجرمية. طب العرضية يلزم إذا كان عرض أن لا يبقى زمانين أو يبقى زمانين على القول الثاني، ويلزم أنه إيه؟ لا ينفك عن الجرم أو عن الجوهر، ويلزم أن لا يكون إيه؟ كامنا إيه؟ فيه، ويلزم أن لا ينتقل، ويلزم أن لا يكون إيه؟ قديما، وهكذا. هذه لوازم الجرمية والإيه؟ والعرضية، وكلها يعني موجودة في الأدلة العقلية وفي الأدلة النقلية، ولكن للأسف يا إما إحنا نلغي العقل ونتمسك بالنقل، يا إما إيه نعمل إيه؟ لازم نعمل، يعني عندنا شوف مثلا عندنا مناهج مختلفة، منهج اللي هو بتاع الحشوية، دول عملوا إيه؟ لغوا العقول، غطوها كده بإيه؟ بنعال كده، يعني أغلقوا عليها تماما. ومنهج ثاني المعتزلة أفرضوا في الإيه؟ العقل. ومنهج الإيه؟ الفلاسفة. إيه المنهج اللي هو عنده القدرة العجيبة على الموازنة بين المقتضيات الشريعة الشرع وبين موجبات العقل؟ هو منهج أهل السنة. يعني العقل مع الإيه؟ مع النقل. نور إيه؟ على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. خلاص كده في حاجة ثانية؟ هنقف عند صفة الإيه؟ القيام بالنفس. والله تعالى أعلم. لازم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعلنا من عبيدك السعداء، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم لا تفضحنا بين قلبك ولا بين يديك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم هيئ لنا الإحسان والتوفيق والرشاد والسداد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من أهل العلم العاملين به يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسد والبغضاء والشحناء، اللهم استجب بفضلك دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، توفنا عليها غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مجسمين ولا مشبهين ولا زائغين يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة من هي تفريج الكربات واستجابة الدعوات وقضاء الحاجات ورفع الدرجات وزيادة الأرزاق.
إذا قيل انشزوا فانشزوا. خلاص امتحان ولا لسه؟ نبدأ بكرة مولانا. لسه بعيد. هتبدأ بكرة؟ احنا لسه بعيد.